حصل في مدينة كولورادو الأمريكية مؤتمر سنة 78، مؤتمر تنصير عالمي بطلب من دافعي الضرائب الذين كانوا يدفعون من أجل التنصير. قال إحنا صارنا كذا، صارنا 100 سنة ندفع من أجل تنصير المسلمين، ما تنصر ولا واحد، أموالنا وين تروح؟ فصاروا يحاسبون النصارى. كان زويمر هذا يعني عنده مدرسة تنصيرية في السودان، وهو يعني يعد إماما من أئمة المنصرين في العالم، طبعا من أئمة الضلالة. طبعا جمع جماعة من السودانيين حتى جوعانين وفقراء وكذا حتى يتنصروا، والقوم جاهزون. فراح غاب عنهم ساعة من أجل التعميد، قبل التعميد بقليل، فعاد فوجدهم يصلون العصر أو غيرها جماعة، وجد الجماعة الذين جاءوا لينصروا، فالمسلم هكذا ما يتنصر. لكن جائع طفل، ومن جملة ما جاء في سأتحدث عن هذا. فحصل مؤتمر في كولورادو، لماذا لم يتنصر المسلمون بالذات؟ بس تنصروا يا أخي، ماذا تريدون نعطيكم؟ بعث وحدة تيريزا من كم سنة في بنغلاديش، الأم تيريزا هي من بنغالية، كانت طفلة خطفت أو كانت جائعة وليس لها أهل، أخذت إلى الكنيسة نصرت، فأرسلت داعية إلى بنغلاديش إلى النصرانية، فأعطوها جائزة نوبل للسلام، جائزة نوبل للسلام للأم تيريزا. المنصرون هؤلاء قالوا يا أخي احنا منذ سنوات طويلة ندفع ولم يتنصر المسلمون، ما الحل؟ طبعا لماذا يتنصر المسلمون؟ زويمر هذا له فكرة يعني مهمة جدا ويذكرها هكذا، يقول إن المسيحية شرف عظيم. بعدما عندنا بالمثل العام يقولون العنب، الثعلب لما عجز عن العنب ماذا قال؟ قال هو حامض، حاول أن يأكل العنب لم يستطع شيئا، فبالآخر قال ماذا؟ العنب حامض. فزويمر بعد أن يئس من تنصير المسلمين ماذا قال؟ قال هكذا العبارة المشهورة واحفظوها جيدا واكتبوها وتكلموا بها، قال إن المسيحية شرف عظيم لا يستحقه المسلمون، ولكننا نطمع أن نحرفهم عن دينهم. بس هذا المطلوب. مهمة المنصر اليوم لا أن تتنصر، يعلم أنك لن تتنصر، ولكن مهمته الأساسية هي أن يحرفك عن دينك. المهم حصل في مؤتمر كولورادو هذا من كبار القساوسة من كتب أبحاثا أكاديمية لماذا فشلوا في تنصير المسلمين. فمن جملة ما جاء فيه وكان سبب جوهري في هذا الموضوع، أن المسلمين يقيمون حد الردة على كل من يتنصر. طبعا الفكرة هي صحيح موجود عندنا حد الردة في الكتب، لكنه لم يطبق تطبيقا علميا منذ أكثر من 150 سنة في الدولة العثمانية أيام حكم الشريعة، لم يطبق في تلك المرحلة. يعني كان الطريق مفتوحا لكن المسلم ما يقبل دين هكذا خرافي يتحول إلى دين خرافي. فكان من جملة التوصيات التي جاءت في مؤتمر كولورادو العمل على إزاحة حد الردة عند المسلمين. ومن جملة ما جاء فيه، راجعوا وشوفوا في النت، من جملة ما جاء في مؤتمر كولورادو العمل على توسعة الكوارث والحروب والمجاعات في بلاد المسلمين، لأن الجائع يقبل أن يتنصر. الآن ينصرون العراقيين وينصرون السوريين، للأسف يحاولون تنصير، فعلوا أو لم يفعلوا يحاولون. لماذا لا تحل هذه القضية؟ لأن لمصلحة أولئك المنصرين أن يبقى الكوارث في هذه البلاد، بلاد المسلمين. فاجتمعوا على أن العمل على إزاحة حد الردة من كتب ومناهج المسلمين. فصار أناس الآن مباشرة، بعض الناس يسمع كلامي هذا مباشرة سيهجم علي، وهذا عقلية قديمة، وهذا يتكلم بنظرية المؤامرة، خاصة أن قناة الجزيرة قد قررت إلغاء نظرية المؤامرة. كل ما نراه الآن في العالم الإسلامي وما نراه من دسائس في تركيا وفي سوريا وفي غيرها ومن محاولات لبث الفزع والقلق والاضطراب في بلاد المسلمين، ولا يوجد مؤامرة، لا يوجد مؤامرة، لأن المثقف الآن يقول لا يوجد مؤامرة، لا يوجد مؤامرة، سايكس بيكو ليست مؤامرة، إسقاط الخلافة ليست مؤامرة، وعد بالفور ليس مؤامرة. المهم فأنت عقلية قديمة تتحدث بنظرية المؤامرة، لكن الرأي الذي رأيته أن كل من يكتب في هذا يستقدم ويعلى من شأنه، واستخدموا في جامعات في أمريكية من كتبوا في هذا الشأن،
وفي جامعات أوروبية، وفتحت لهم أبواب المعاهد الاستشراقية على مصراعيها، الذين كتبوا في إزالة حد الردة من كتب المسلمين، من المشايخ، من ذوي اللحى، وبعضهم من ذوي العمائم. فتحت لهم أبواب الجامعات في أوروبا وفي أمريكا بلا حدود، لأنهم وقعوا في هذا الأمر.